السلام عليكم. اليوم غادي نتكلموا على هذا المربع، هذا المربع اللي كيتكون تقريبا من 30 او 40 حانوت محل، مختص تقريبا الاغلبيه ديال الحوانت ديالو مختصه في الاكل. الخصوصيه نتاعو انه كيفصل ما بين حي ديال الحرفيين اللي هو الحدادين، الحدادين اللي هو هذا، حدادين، هذا هو الحدادين، حدادين وبرادعية، يعني محل ديال او حي ديال الحرفيين في هذا المكان هذا. وكيفصل ما بين حي اخر اللي فيه المسجد الاعظم. يعني هذا المربع اللي كنهضروا عليه الان اللي مكون من مجموعه ديال المحلات، يعني كيفصل حي ديال العمل وديال الحرف وحي ديال العباده وديال النظافه، لان فيه مسجد وفيه ايضا حمام، لان هذا هو ديال الخصوصيه نتاع المدينه القديمه. هذا الحي هذا اللي كيتكون من ديال المخارج، المخرج الاول اللي هو هذا، المخرج الثاني والمخرج الثالث اللي غادي ندوروا عليهم واحد بواحد. هذه المخارج هذه يعني كتعطي واحد النوع من الانسيابيه الحركه، فاش كيكون السوق ديال الخميس بالضبط، يعني كتكون الحركه هنايا دائبه، ما كاينش مشكل في الحركه. ايضا هاد المحلات اللي هما كيمثلوا واحد الخصوصيه ايضا، واحد الهويه، واحد الذاكره، واحد التراث ديال 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 المدينه. علاش؟ لان السيد اللي غادي يدخل مثلا من العروبيه، هاد السيد هذا كيلقى الراحه ديالو هنا، لانه كيلقى الاكل، كيلقى المواد الغذائيه، كيلقى المكان ديال الحرف اللي هنايا، يمكن يصوب الحراس ديالو، يمكن يصوب البلا ديالو، يمكن يصوب الفاس ديالو، يصوب البهيمه ديالو، لان عندنا ثلاثه ديال الفنادق كينزل البهيمه ديالو وكيدخل يتحمم في الحمام اللي حدا اللي هنايا، وايضا كيدخل يصلي الصلاه ديالو، وكيجي لهنايا كيدير الماكله ديالو مع الاصدقاء ديالو، كيشرب اتاي كذلك ومثال. يعني هذه هي الخصوصيه نتاع هاد المحلات او هاد او هاد المربع اللي غادي نتكلموا عليه. يعني مربع، يعني المخارج اللي كنهضروا عليهم الان هذه هندسه يعني معماريه صوبوها واحد الناس اللي كانوا كيعرفوا القيمه نتاع التخطيط ديال المدينه في ذاك الوقت. الان طرات مجموعه ديال التغييرات على هاد المحلات هادو اللي كنهضروا عليهم الان، ما بقاوش كيف كانوا، ولكن يبقاو محافظين على الخصوصيه نتاعهم اللي هي الاكل الشعبي. ولكن كاين بعض المحلات اللي تغيرات المهمه ديالها او الوظيفه ديالها اللي كانت في واحد الوقت من الاوقات. استعنوا السي بوربيع سي محمد من القدماء ديال هاد المكان هذا، يعني مطلع على الشؤون ديال هاد المحلات، ديال التاريخ ديالو، من الناس اللي كانوا هنايا، شنو كان كيتصوب هنايا. يعني هادشي كله غادي نحاولوا ما امكن مع السي محمد بوربيع اننا نكتشفوه. يعني هنا الان كنحاولوا ما امكن باش نربطوا واحد الماضي بهذا الحاضر، واجيال اللي ما كتعرفش هاد المكان هذا نحاولوا ما امكن باش نعرفوها به. هذا هو الغرض ديالنا من هاد الحلقه هذه، اننا نعرفوا الناس بهاد هنا كان كيتباع ايضا الخليع، يعني الخليع والسمن والزيت البلديه هي مرتبطه بالاكل، كانت كتباع هنا. فمرحبا بكم مره اخرى. ممكن من هاد الدكان، هاد الدكان هذا. السلام عليكم. انا محمد عجو، 40 سنه وحنا في هاد العلاقه، في هاد المحل هذا. عمرنا 72 سنه. يعني هاد المحل هذا شنو كان من قبل ما تكون انت؟ مولاه سفنجي، ومن سفنجي رجع بيساره، ومن بيساره رجع حلاق. حلاق، يعني الاساس هو انه كان ديال الماكله. كان ديال السفنجي. انا اللي رديته حلاق. انت اللي رديتيه حلاق. المحل اول البدايه ديالو كان سفنجي. نعم. في البدايه ديالو. نعم. والمعلم اللي كان فيه سميتو السيدريس. السيدريس. والسيدريس مشى
لمدينة أكادير. نعم. وفاة المانية في أكادير. نعم. المحل بقى مسدود. نعم. إذا المحل تغير من سفنج بدا كيتغير. نعم. شوية شوية الماكلة حتى صدق الآن كيصور هنايا حلاق. كتعرف أن هذا المكان اللي كنهضروا عليه الآن معروف بأنه كان ديال 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 الماكلة. أنت فاش كنتي كتعطل مثلا كتكون الخدمة بزايد وهذا كنتي كتاكل هنايا؟ كناكلوا هنايا في الماكلة عند موالين الماكلة حدانا. دابا حنا كناكلوا لحد الآن. لحد الآن مازال كتاكل هنايا؟ يعني مكان ديال العمل ومكان ديال الماكلة الحرفيين ومكان ديال الماكلة. شكرا بزاف أسيدي تبارك الله عليكم. نزيدوا لهذا المحل. نعم. هذا المحل محل ديال الأمين أو الأمين ديال السنة ديال 1968 اللي التحقت بهذا المكان. هذا محل كان خاص ديال الأمين ديال الحيرات. كان كيبيع الكفتة كان كيبيع خاص بالكفتة والكواح فقط. وكان عنده هذا المحل كيتوجد فيه كيكون داك الصنع ديالو كيوجد طحان وكيوجد هذا المحل. هذا محل ولكن ما كانش محلول من هنا. كانت الباب ديالو محلوله من هاد من هاد الجهه ديال الباب ديالو. يعني كان تابع لهذا. فوقاش تابع هنا سي عبد الحق انت؟ لا 82 هنا. انت حميد هذه الحلقه خاصه بهذا المربع. انت كيفاش كتشوف كتشوف راسك في هذا المكان هذا؟ دي وراء تراث. ماشي نقول تراث مزيان ولكن راه ماشي للانحراف. نعم. ماشي علاش؟ لان الناس ما مهتمش بهذه الصناعه التقليديه والحرفيين والمهنيين. يعني خص واحد النظره يعني شويه ديال الاهتمام وشويه ديال الاهتمام. منش من ناحيه؟ كل شيء. لان السياحه بقات الحمد لله عليها. الحمد لله يعني فيها البركه وفيها الحمد لله. بالنسبه للناس اللي كنهضروا عليهم كيقول لك اللي عنده ياكل اللي ما عندوش ياكل. واش هذه معروفه كتنطبق هنايا على هذه الثقافه معروفه عن نفسها؟ راه شحال هذه عيش الشريف باديه من الناس القدام. جيتي تشرب حريره ما عندكش حمق يشرب اللي بعقله يشرب اللي ما عندوش يشرب. المهم كل شيء ياكل. كل شيء ياكل. هكذاك البيصار هكذاك هنا هكذاك تنخبر به. كان الباديه كانت كتهبط لهنايا الاربعاء والخميس والجمعه. تابع لهذا. هذا المحل كان خاص ببيع الفخار. كان كيبيع هنا الفخار. هذا حانوت ديال الفخار. وبعد ما توفى السيد جا الابن ديالو ردو كفايتي. ولا كفايتي هنايا. ولا كفايتي. بعد ما ولدو سلم لواحد السيد وقالوا له بنصر. ولكن يبقى نفس رجع ديال البصارة. ولات بصارة. ولات بصارة. يعني من الكفتة للبصارة. البصارة. يعني هذا الباب هذه ما كانش ذاك الساعة. لا الباب كانت محلولة من هذا الجهة. ولكن كانت صغيرة شوية من هذا. وما كانت مشدودة من هنا محلولة غير من هنا. كانت هنا الباب كانت تابعة لهذا المكان. لهذا الحانوت. ولكن هنا هذا المحل هذا هو كان خاص بواحد السيد كيقول له المهدي. كان خاص ببيع القطران. ما كانش هنا الماكلة. ما كان القطران. لا غير هاد الطرف. هاد الطرف اللي هنا. لهنا لهنا. كان ديال القطران. ديال القطران. والماكلة؟ الماكلة كانت من هنا. هذه من هنا لهاد الجهة كان بائع الكفتة اللي كتسمى محمد الشادلي اليازغي. كنا كنبيع هنايا. الكفتة. هي الكفتة. الكفتة. وكان محل هنا. كيس يتزاد به بانه كان هذا المحل تابع لهذا المحل. هذا المحل ديال الكفته ولكن تابع له هذا. بعد ما مشى ذاك السي محمد اليازغي جا واحد السيد اللي كنقولوا له بطاح. بطاح. بطاح بدا كيستعمل هنا البصار. هذا اللي قلتيه هنايا الان. نعم. كاين السيده كان هنا القطران. القطران. الان هي اللي تحولات. شنو كتبيعوا هنايا؟ اللوبيا يعني الماكله. فوقاش تقريبا بديتي الماكله هنايا في هذا؟ يعني شي 3 سنين دابا. 3 سنين. يعني واش حرفتك السابقه ولا الحرفه ديالك؟ عن اب. يعني الاب ديالها كان الاب ديالك هنا اللي تفسفروا ولا فاس؟ فاس. يعني دابا انت هي بحال نقولوا وردتي الحرفه على الاب نتاعك ورماتك القدره مزيان تفسفروا مزيان. يعني
كتبيع الحوت دجال شلاضه زعلو كلشي المسائل اللي هي مرتبطه بالماكله الماكله الشعبيه والبصره حتى هي الاثمنه مزيانه مناسبه لا شويه على حسب الغلاء على حسب الروحه كتمشي مع السوق شكرا بزاف لاله شكرا بزاف انه بلاش كنقولوا شعبيه انه كان انسان كيجي كياكل غير اما كيجي الصباح هاد السواق كياكل الكفته وداك الشيء او ياكلوا اللوبيا والحمص والعدس والحوت هو اللي يكون الكفته اللي كان داك المعروفه بها هاد الحي مزيان الحانوت ديال واحد السيد رحمه الله عليه كيقولوا له التاميل الطرش التاميل الطرش هذا التاميل كان مولف كيمشي للاسواق وهذا الحانوت كانت خاصة كيخليها لشي صناعية اللي كيبقاو خدامين فيها وكيعطيو واحد الثمن رمزي الأسبوع للأسبوع ومن بعد داك الشيء التحق بها السي محمد البحر كفتانيس رضا كفتة هذا هو الولد ديالو هذا السي محسن سي محسن البحر ولكن دازو بزاف الصناع هنا شكون اللي داز من غير كاين الوالد ديالك وشكون الصناع اللي دازو هنايا في هذا المحل؟ واحد عزوز كنسميوه عزوز دوز بزاف الدراري ولكن الأكثرية اللي دوز معاه هو بزاف الصناعية اللي دوز لأنه هذا أصغر أبناء ديالو يعني ورثتي المهنة هو اللي ورثتي على سي محمد البحر تفر السلعه احنا كنتويا مع الدم مزيان 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 الله يعطيك العوين الله يعطيك العوين هذا المحل هذا المحل قال سي احمد الحوزي رحمه الله عليه هذا هو شوف اللي خلف الامين الاول يعني بعد لا مش هو اللي خلف الامين الثاني يعني الثالث هو دابا الامين ديال الامين الحريفيه الثالث اللي خلط عليه يعني شنو كتصور هذا المحل كان فيها واحد السيد يقال له بنصر هو اللي كان كيبيع هنا كيعمل واحد الطنجيه صغيره ديال البصره بعد هذاك السيد كان توفى هذا المحل كان كيقولوا فيه غير شي صنايعيه والتحقت بهذا المحل وقدرت نغيره من ديك البصره ديال هذه هو من هذا اللي غادي لا غادي نخدم فيهم هذا خدمت ك محل كان ناخذ واحد النصيب ديالي معموله ما هذا خدمت فيه كنسقي كان سطوله ديال الماء وكنغسل البصل في هذا المحل انه هاد المحلات ما كانوش كيتوفروا على الماء ملي كيجيبوا الماء داك الساعه كنسقيوه من السقايات ديال البستنا مثلا ولا ديال كل محل كان كيعمل خدام اللي كيسقي الماء وكيغسل البصل الماء دايات كلشي عنده الماء وبالنسبه للضو في ذاك الوقت كان موجود الضو كان موجود كاين غير الماء اللي ما كانش اللي ما كانش موجود هذا هو المسرب هذا هو المسرب الثاني اللي كيجمع ما بين هذا الحي والشارع ونقولوا الشارع الرئيسي اللي فيه المسجد الاعظم سنرجعوا له عنده من بعد هذا محل كاين ديال الماكله حتى هو كان ديال الماكله ديال الشادلي ادريس الشادلي ادريس الشادلي ادريس شنو نوع الماكله اللي كان كيبيع هنا؟ كان ماكله كان اللوبيا الحمص العدس لانه مولاه حتى هو كان كيزاول الاسواق كيمشي للاسواق غير الصناع اللي كيبقاو في هذا المحل هو اللي هذا كان المحل ديال الماكله لانه كان فيه واحد السيد رحمه الله كيقولوا له عمي عزو شنو كان كيدير في الماكله اللي كان؟ ايوا هادشي باش معروف هاد الزنقه اللوبيا الحمص العدس الكرعان الدواره والحوت مثلا والحوت هادشي باش كان معروف هاد المحل دا واحد السيد جا كيقولوا له الذبيع عمل فيه الحلاقه يعني من الماكله للحلاقه بعد هذا محل صغير كان متابع بعد الالتحاقي ديالي في 68 كان تابع لهاد السيد محمد الصبابي كان كيجلس فيه الناس هذا هو اللي كان من بعد غادي ياخذوا غادي ياخذوا سي محمد البحر المحل هذا المعلم العباس تاع حجام كان حجام وباقي حجام باقي حجام السلام عليكم الله المعين بخير سيدي الله يعطيك الصحه واش مول المحل هو اللي كان بهلولي؟ وانت فوقاش التحقتي بهذا المحل هذا؟ يعني كان حلاق وبقى حلاق الى يومنا هذا الصحه والراحه السلام عليكم هذا المحل ديال الصحه والراحه هذا المحل
ديال الحاج احمد الرفاع اللي قلت لك هو الامين الثالث ديال الحريفيه. الله يوالي بيه خوتي. استغلوا الحاج الحوزي الله يرحمه اليوم واحد في الاسبوع. نهار في الاسبوع. نهار في الاسبوع اللي هو الخميس. كيعمل فيه الحوت. وست ايام الاخرى كانوا الصناع اللي كانوا كيستغلوه، كان واحد كيقولوا له الفقير الله يرحمه، الصنهاجي الله يرحمه، بزاف ديال الناس اللي دازوا فيه. وهذا هو الباب الحانوت اللي كنشوف راه محتفظ على واحد الباب. هذا الباب اللي خلطت عليها ب 1900 يعني سبع لسي مصطفى. السي مصطفى الوريث ديال يعني لان الورثه ديال سميه كاين مصطفى وكاين نور الدين وكاين سي رشيد وسي رشيد الابن ديالو حتى هو يعني حرفه الابن ديالو خدا الحرفه يعني الوالد ديال الوالد ديال الوالد ديال المأكولات يعني كيقول لك الحرفه الى ما غنات كتستر هاد الحرفه اللي هي البصاره اللي هي كتعتبر من الاكلات الشعبيه اللي معروفه في في في, في المغرب كامل فوقاش كتبدا الطياب ديالها الماكسيموم الى تعدات ثلاثه ديال الصباح كتكون موجد الفول المساء هي كتعاود تزيد بشكل تقريبا شحال 6 ولا 5 كيبداو الناس كيجيو يعني رخيصه بالنسبه للمثال اي واحد اللي جاي ياكل اللي جاي ياكل اللي عنده ياكل اللي ما عندوش ياكل شكرا سيدي شكرا يعني هذه هي الخصوصيه نتاع هذا يعني هذا هو المسرب وهذا هو المسرب بالمناسبه هذا هو المسرب كان المحل ديال التسفنج هذا محل ديال التسفنج خلطت عليه في 68 تسفنجي المحل كيتوفر على ثلاثه الخدامه خدام كيوزن صانع كيقلي خدام كيدفع العافيه من تحت يعني في محل النشاره لانه العواد بزاف تعطي العافيه شنو كان قبل ما تجي البوطه وقبل لانه حتى هذه المحلات ديال الماكله ما كانوش كيخدموا بالبوطه بدينا بالفخار بالغاز بسبيريتو عاد تغيرت عاد بدات كتجي البوطه هذا المحل داز واحد السيد كيقولوا له عمي الحسين حماموش وبعد ما الحسين حماموش جا واحد السيد كيقولوا له الحجامي اسمه احمد اللي الناس معروف كنعيطوا له حنا الحديبي بانه كانت عنده واحد الحديبه من بعده جا واحد السي احمد كلهم كيبيعوا نفس هذاك السي احمد بدا سفنج وشويه شويه غير الماكله هكا بدا كيعمل الحوت والسفنج الحوت والشحت عاودوا ردوا بيصار ورجع المحل ديال البيصار واحد المحلات تابعين لهذا المحل كان هذا ديال السفنج كانوا كيجلسوا فيه الناس بانه كثر كيجيو السواقه كيطلب سفنج من هنا وكيجلس هنا كياكل وكيجيب حتى من بعد كيجي واحد السيد الله يرحمه اللي كنقولوا له القلعاوي اللي كان صانع ديال الامين الاول التحق لهذا المحل كان كيعمل الكواح من الكواح تغيرت البصاره والان شنو كيديروا فيها الان؟ الان دابا كيتوجد فيها واحد السيد كنقولوا للسي محمد بن الحاج حماموش كيعمل فيها هذا الشيء الماكولات ديال يعني الماكولات فقط نفس سميتو سمعكم خير هذا المحل بخير لاباس عليكم بالصحه والراحه الله يحفظك هذا المحل سمعكم. البدايه ديالو كان ملاح الله هنا كانت تحلقت بعد الحلاقة كان تحق بهذا السي حسن ولات ديال البيزار كانت محل ديال البيع كان المحل ديال الطحين بالتقسيط كان واحد فيه واحد انسان الله يرحمه كيقولوا له الزقاني هنا في هذا المحل هذا أيه. الباب ديالو نفس الباب لهاد الجهه هذه غير هي كانت بالخشب ما كانش الحديد البيبان كلهم تغيروا دابا كان محل عاود هذا المحل اللي حل الباب كان محلول من هنا كان خاص ببيع المواد الغذائيه هذا كان فيه واحد السيد الله يرحمه كان عيطوا له الطالبي انسان طلبي. كبير وانسان متدين وانسان اللي كان كينصحنا كاين الماكله اييه كاين الماكله وكاين الطحين وكاين الطحين يعني المواد الغذائيه يعني مرتبطه بالاكل يعني هذا المربع دائما كنهضروا عليه انه مرتبط بالماكل السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم الله المعين. نبداو بهذا الدكان. هذا كان خاص ببيع الخبز. شكون اللي كان فيه هنايا؟ كان فيه بناني سي بناني محمد بناني. هو اللي كان كيبيع هنا الخبز. كان المحل ديال بيع الخبز. ديال بيع الخبز. نعم. كاين اجي صور هذيك راه فينا خبازين النيت. قلت هذا ها هي دابا هي كتسمع الخبازي. كان خبيئا الخبز من الخبز رجع مواد جميل من مواد جميل عاد يلتحق مواد ديال الجميل. الجميل بانه كان فيه ذاك محمد الجبلي اللي مراه كان مقدم. هو اللي كان هنا هو كنت سالم. وهذا فين؟ هذا كان على شكل مثلث كان فيها الردوي الله يرحمه. اش كان كيبيع فيها؟ كان كيبيع فيها الصواني الصواني والبرارات داكشي الاتات ديال الاتاي هاك. يعني حتى هي مرتبطه الناس بالماكله. هذا كان واحد السيد كان كيبيع فيه داكشي ديال الباس اللي كنقولوا ديال البال ديال الكوردو. هنا هذا الحانوت مقسومه على جوج. مثلث ديال داكشي ديال الاتاي ومثلث ديال الحوايج بحال داك البال بحال دابا هو كيبيع في 84 بهذا المحل نيت. وليتي ديال من اللباس وليتي لهذا يعني الفواكه الجافه 84 لهنا. فاش كتعطل واش كتاكل في هذا المحلات كتاكل هنا؟ يعني الا كانوا مسافرين مثلا ولا هذا يعني الماكله مزيانه في المتناول في المتناول. هنا تعقل على الحاج المزاح اللي كان هنايا. الحاج المزاح هو اللي كان هنايا هو سميتو موران. انت اللي شديتي هذا المحل. شكرا بزاف. هذا خلاص ديال الماكله دابا الان رجع الماكله ديال السي مصطفى. ديال السي مصطفى هو واش ممكن تصور ولا؟ احنا مصورين ديما. هذا الان مصطفى لانه الزاول كصانع عند السي احمد الهيب في ذاك المحل اللي قلنا كان سفنجي. ما كان زاول كصانع في سهره وعاد التحق لهنا مسكين. ودابا المحل خاص ديال الماكله اللي الشعبيه اللي معروفه. السلام عليكم. الله يعاونكم. هذا المحل شنو هذا؟ هذا المحل كان ديال واحد الانسان رحمه الله عليه كيقولوا له مولاي المهدي. توفى في الحج. في الحج. شنو كان كيدير مولاي المهدي؟ مولاي المهدي كان صانع ديال المحاريت ديال ديك الريشات ديال الدور اللي كدور الماكينه ديال الرحاب ديال الرحاب ديال اللي كتكون بالماء. كيعمل هادشي اللي كان يعني كان ديال هو اللي كان كيمشي للعروبيه باش كيصوب لهم ديك الترياس ديال الرحاب ديال الرحاب. ومن بعدها نعم بعد وفاته هو قديم خلاص في هذا المحل. قدم انسان كبير قلنا لك الوفاه في هذا المحل. هذا اللي هو يمكن نعتبره بانه ذاك التواضع ديالو ذاك الانسانيه ديالو لان الناس الدراري كانوا كيجيو مثلا كيجيو الدراري ويصوب لهم مطرقه الخشب ويتهادي كيتعامل مع ذاك بعفويه. ذاك التواضع ديالو ذاك الانسانيه ديالو ذاك الروحانيه ديالو الكرم ديالو كان حتى الدراري كيدور معاهم يعني كيصوب له ويقول له هكا وليدي تشري الحليب وهكا. يعني انتقل ذاك المحل من هذا البيع من ذاك الصناعه ديال المحارات والصناعه ديال العود يعني الخدمه على العود لهذه الحرفه هذه اللي هي ديال الماكله. جاب فيه واحد السيد قبل السي توفيق ساعه ما عرفش يطوروا. الان السي توفيق بعد ما التحق يطوروا زاد فوقاش التحقتي بهذا المحل؟ دخل عليه تحسينات ودخل 2014. يعني شنو العلاقه عندك بالماكله؟ لان هذا المحل نقولوا بانه محل مبروك. يعني كان فيه واحد الراجل اللي هو مبروك فيه واحد النوع من البركه واحد النوع من الروحانيه. وحتى انت راه عندك واحد العلاقه مع القران ومع لان الجد ديالك كان تقي. شنو كتصوب الان؟ شنو كتصوب؟ انا الحرفه ديالي كندير كاسكروطات ولكن فاش دخلت لهاد البلاصه هادي لقيت الناس كيخدموا حاجه اخرى شي تقليدي فهمتي بحال هكا القطنيه والحوت والشيء الماكله الشعبيه ديالك. الماكله الشعبيه
انتقلت هنا من ذاك الحفل هذه عاود والحمد لله الله وبارك مزيان ماشي مزيان كامل باغي حتى ما يغش في داك الشيء ديالو شنو كطيب واخا توري لنا شويه شنو كطيب اللوبيا سير اي اللوبيا خاصها مازال تشوفها اي هي كطيب ماشي مشكل كاين العدس كاين الفول المقوني شاد عليه الكوكوط الفول المقوني يعني هادو ثلاثه ديال الحمص كنديروا الهرقمه مثلا ما كديروهاش كديروا حتى الهرقمه الحمد لله وتزيد وتزيد عاود شويه د الحوت وشويه د الشليلات كتشرملوه هذاك الشيء يعني المحل كيف ما قال السي محمد انه كان ديال ذاك الرجل اللي هو تقي تقي من 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 الناس نقولوا اولياء الله في هذا المكان هذا يعني كتحس بواحد البركه في هذا المحل الحمد لله كاين البركه في هذا المحل هذه الحرفه هذه الحرفه الا بغيتي تستمر فيها كون غير معقول وكون كتنقي وكون هذا هو باش هاد المحل قبل ما يرجع ديال الماكله تبع السي مصطفى كان ديال واحد انسان عاود هو فوكاه الله يرحمه نعم كان عيطوا له بلغياتي كان انسان كبير هنا كان عامل غير داك الشيء ديال القديم بالسوارات وداك الشيء نعم من بعد منه هو كيرجع ديال الماكله كان فيه واحد السيد رحمه الله عليه كيقولوا له عبد الحق من عبد الحق السيد كان يقولوا له بوجمعة هو اللي كان خدا هاد المحلات وصلحو واقع ندوزو لهذا المحل هذا المحل كان مولاه الله يرحمه المولقى اللي سميته عياد الله يرحمه كان كيبيع فيه هاد الشيء ديال الحوايج القدام ديال البار اللي كان يقولوا له قردة كان هنا كاي في هذا المحل هذا يعني هذا من الاستثناءات اللي حتى يمكن هذيك الاواخر ديال الثمانينات هذا ما كانش ديال الماكله هذا الاول ديالو كان ديال الحاج احمد الحوزي كان كيعمل فيه ذاك القيطون وذاك الحوايج ديال الاسواق منين كيسالي من السوق يعني كيجيب الاثاث كينزلو الامر حتى هو فيه الماكله تبع السي توفيق كتوسع فيه هذا هو يعني هذا قبل من هادو كاملين هادو هذا قبل منهم كاملين هذا هو ديال ثاني محل اللي كنلتحق به انا خدم فيه عاود بعد ما هذا خدمتي حتى في هذا غادي نجي نخدم في هذا الالتحاق بهذه هذه هي اللي كانت سبب باش غادي دير المحل ديالك ونرجع الصالة شكون اللي كان هنايا؟ كان انا خلطت على واحد السيد يقال له بودرهم سي محمد حتى هو توفى الله وليه برحمه الله بودرهم يعني هذا المحل هو الكبير هو اللي كان هنا كان مع هذا تابع له هذا كنت نهار الاسبوع الخميس اللي غادي يصبح عندنا الخميس راه كنت في 12 د الليل كنوض كنوجد في هذا المحل نوجد كانت الحركه كنوجد لانه الخميس كنا غير كتوصل السبعه ولا الثمانيه بدا البيع والشراء يعني بدات هما دابا الخميس وصلت 12 يمكن كان المحل اللي سفال كان اللي مازال ما سفال شيء لانه حتى المدينه القديمه هنا ما بقاتش الاكثريه ما بقاتش كيف بعد ما بدي هنا ما بقاتش منظمه ما بقاش هنايا الامين ديال الحرفه ديال الامين ما بقاش الامين بعد ما توفى الامين كان تمنى وشكون من بعد اللي جا هذا جا الابن ديالو تقسمت على ثلاثه لانه هذا المحل ما كانش هكذا كان بني كونطوار هكذا كان هنا كان ستفو نعم كان ستفو الطواوي تعرف بانه ديك الساعه ديال الخميس راه يمكن هذا الشيء اللي كيبيعوا كان بيعوا هنا نهار الخميس كلنا كانت كتبيعوا هذا الحانوت بوحدها الزنقه الثانيه اللي ديال 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 هذا المربع اللي تنتكلموا عليه الان المخرج الثاني يعني اللي كيخرجنا للمسجد الاعظم وكيخرجنا للشارع ديما هذا الحرفيين مرتبطين بالمسجد عبر هذا المحلات ديال الماكله هذا هو الباب ديال المسجد الاعظم هو هذا راه مدرق هذا الشيء هذا شن السلام عليكم
سير معكم هذا المحل في الماء يرجع هكذا الكتبه وداك الشيء الكتبه كان فيه واحد مولاي الهادي الله يرحمه مولاي كان الهادي. هو القابض ديال الاحباس ولا كيبيع الخبز شي حاجه ديال كيبيع الخبز قالت فيه هذا المحل ما كانش محلول من هنا هذا المحل كان محلول غير من هذه الجهه هذا كان مواد غذائيه هذا مواد غذائيه لا يعني ما بقاش مواد كان مواد غذائيه واحد الانسان كيقول له التغروتي الله يوالي برحمة الله يدفن هنا يبيع الزيتون مول الزيتون وداك الشيء التغروتي ديال سي محمد اجبلي الملقب بالكوان نعم هذا المحل واشنو كان فيه كان فيه الخليع والسمن وكان كيعمل فيه غلاي ديال الحليب الصباح كاينو الصباح كيبيع داك الشيء ديال الفطور هو الحليب نقولوا محلابه حليب محلابه ديال داك الوقت ما كانتش محلابه كما كنشوفوا دابا اييه كانت بالمصافات ديال داك الوقت غلاي ديال الحليب وكيكون طيب القهوه وكنطلبوا الكاس ديال القهوه وكان والخبز كنجيبوها كيعمرها لنا اللي بغى السمن كيعمرها له بالسمن اللي بغى الخلع كيبيع يعمل له الخلع هذا الجد هذا الجد وعاد غادي يجي موراه وغادي يجي ابن دمه والان ها هو الحفيد عاود كي يعني هذا هو هذا الحفيد ديالو هذا الحفيد ديالو بعد هذه مهنه وراثه ما نقولكش وراثه ابن انجل يعني دابا انت الجيل الثالث الله يرحم داك الوالد بعدا الله يرحمه وينعمه بالنسبه لهذه الحرفه هذه يعني علاش ترميتي لها واش حبا فيها ولا وراثه حبا فيها وراثه فهمتش ممكن الريحه ديال الجد ديال الجد ديال ديال الجد ديال الوالد مازال كطيب الناس كيف كانوا كيطيبوا ضروري الصناعه ديالنا مازال كتصوب نفس يعني غير الطياب ديال الحليب والبرقان ديال الحليب اللي ما بقاش هذا الديبو اللي كان اللي في الفندق مازال هو النيس لا مازال النيس كنحطوا فيه السلعه اللي كانوا جدوها في الدار كنجيو كنحطوا هنا يعني كنجيبوا لهم يعني فوقاش كطيبوا نتوما واش عندكم شي اوقات خصوصيه ديال حتى كتقرب حتى السلعه باش كيكون كلشي طري كلشي باقي في الجوده ديالو ما كنخليش مثلا نطيب تطيبها وكتروح مع تطيبها كتبقى لي تقريبا صلاه كنجبح باش كيبقى كلشي طري باش الا كان مثلا غادي يطول المده كيطول عند الكليان ما كيطولش عندك انت باش كيستافد سميتو منه باش ما كيطيحلوش ما خليش انا عندي شهر وماشي دير الكليان عنده واش يعني كنحاول ما كنوجد داك الشيء طري باش الا ما سالكش الكليان يكون المهم هو دابا الكليان من المدينه ومن مدن اخرى اوروبا ومن يعني لان المكان معروف يعني ديال الخليع هو مرتبط بالصيف والبرد خصك تعرف شوف فوقاش فوقاش دير له الزيت بزاف فوقاش نقصوا هذا هو الاشكال اما الا طيب مثلا في الصيف كتنقصوا الزيت على حساب الاذن باش ما كيبقاش صيف وفي البرد كتزيدوا الاذن باش الشحمه ما كتقصعش كتبقى طبق وبالنسبه للاثمنه ديالو شكون اللي كيحددها؟ كيحددها السوق ديال البريك فاس هو اللي كيحدد سميتو كل ما كان السوق طالع كل ما هذا طالع ولا شحال دابا كيدير دابا الخليع دابا عندك؟ دابا 2600 كيدير 90 درهم 2000 2200 دابا 2600 والسمن؟ السمن حتى هو 2600 كتصوبوا احسن تبي بديك الكليله ما بقاتش كتصوب هنا ما بقاتش كتصوب هذوك ديال الجدود شكرا سيدنا تبارك الله عليك هاد المحلات كانوا فيه جوج محلات محل ديال واحد السيد كان عيطوا له المصلوحي خليه يدوز المصلوحي محمد اللي ملقب حميني هذا دابا المحل وشنو كان كيبيع فيه مولاه حميني كان كيبيع فيه الغاز و هذا المحل هذا المحل الغاز وداك الشيء المربوط ب يعني توا مرتبط بالماكله نيت لان الغاز مع سبيريتو شنو قلنا قبيله قلنا المحلات ديال الماكله ما كانوش كيطيبوا على البوطه يعني كان سبيريتو اولا بدينا بالفخار العواد والعواد الفخر لابد كيعمل خصك الغاز باش كتشعل وسبيريتو لابد خصو له ضروري من الغاز والبوطه عاود باش تشعل الى مشى لك الضو خصك الغاز على حساب اذا كان الغاز ديك الساعه قبل ما تطور تجي البوطه ويجي هادشي يعني الحميني هو اللي كان كيمول هاد المنطقه هادي نعم كان ديال الحمص لانه على هادي كانت السوسي ديال مول الحمص هادي كانت غذائيه كانت سميوها بخلوق هادي مواد غذائيه هادي مواد هادي كان فيها واحد الانسان مسكين ضحوكي ومشور وكان معروف عنده زيد واش الملالي الله يرحمه
كان مشور مع الناس والاكتات واللالي الله يعطيك الصحه يعني كان مختصر بيع ديال الزيت زيت البلديه الخليع السمن اللي جيتي بانه ديك الساعه الكفايتي شنو كانوا كيعملوا العربيه الاكتاريه كانوا كيجيبوا زيد اخي زيد زيد كانوا كيجيبوا كيطيبوا الكفته بالزيت كان دابا الكفايتي عامل الطباسل الكبار كيجي بانه غير كيجي ذاك الزبون اللي كيجي داخل من الباديه كيبغي يدوز على الزيتون كيعطيه مول الكفته بالتبصيل كيجي لعند ويجي لعند الملالي وياخذ الزيت كانوا كيجيو حتى عند الكوان والكوان الا بغى القليع ولا داك الشيء بانه الملالي اللي كان هذا هو اللي كان هادي دازت فيها واحد ذكرى مؤلمه لانه كنت خدام مع ديك الحانوت اللي قلت لك من جهه القرى ديال السي محمد بودرهاب واحد الصباح كنشوف السيد جالس على الكرسي هنا كان حلاق حلاق هي محل ديال التحلاق بزي كنشوف هذاك السيد السيد ما فوقاش ما رجعت كنعملها كنلقاه جالس على الكرسي في نفس في نفس ما كيتحرك ما والو وهذاك السيد بعد ما دات واحد جاي يمكن جاوا شافوه لقاوه الناس ميت ميت وجالس على الكرسي وما طاح ما والو بقى جالس سبحان الله العظيم هنا من ذاك المحل ديالو هذا المحل كان عامل فيترينه كانت الفيترين ما كانتش هاد الباب ما كانتش هاد الباب ما كانتش كانت الباب ولكن ما كتخرجش الفيترين من جهه وكنشوف السيد جالس تقريبا ثلاثه السوايع ولا اربعه السوايع هو جالس على الكول الان راه رجع ديال الماكلات ديال الكاسكروطات اللي فيه عبد السلام اللي فيه عبد السلام هنا عبد السلام هذا كان مواد غذائيه ديال السي المبارك المبارك ولكن كان انسان واحد اخر كان تمحات الذاكره ديال ما بقيتش عاقل على الاسم ديالو قبل منو عاد كيجي المبارك من وراه المهم كانت المواد الغذائيه مواد غذائيه مرتبطه مرتبطه بالمهمه ديال هذا ديال الماك ديال هذا المربع السلام عليكم السلام عليكم هذا المحل احنا كنهضروا على هذا المربع كنهضروا عليه لانه مختص في الماكله من قديم وكنهضروا عليه حتى في هذا في الفتره هذه اللي هي حاليا يعني فوقاش دخلتي لهذا هذه تقريبا شي 8 سنين هذه 8 سنين طلعت 8 سنين شنو كدير هنايا كندير لي كاسكروطات هكا ساندويتشات اومليت باناشيات باناشي كاين اومليت كاين بيض فريت معقوده كاين كفته سوسيط كاين ليموناد شلاضه خدمت في محلات في ريستورات يعني ماكله يعني ديجا خلفيه ديالك هي ديال الماكله هي الماكله هي واحد الاجواء زوينه كتخدم مع الناس مختلفه كاينين ناس كبار ناس صغار دراري صغار فهمتي يعني كتغير الجو كاين كضحك مع بنادم كتنشط ان هذه المنطقه هذه راه منطقه واحد التاريخ راه ديال ديال الاكل الشعبي وكتمثل واحد الذاكره شعبيه وذاكره ديال التراث ديال 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 المدينه الان راه كت بحال نقولوا كتستمر في ذاك بحال كنستمر داك الشيء اللي داز من قبل الاثمنه مناسبه يعني راه حنا غاديين مع على حساب الانسان اللي ضعيف فهمتي يعني ما كل شيء اللي عنده ياكل اللي ما عندوش ياكل يعني ما عندكش مشكل مع ما كاينش المشكل كاين اللي كيقول لك ما عنديش وكتعطيه كاسكرو واش غادي تعمل ضروري بطبيعه الحال ما يمكنش تصد بنادم بلاش وقاش كتبدا الخدمه ديالك تقريبا في هذه الوقيته هذه هذه الوقيته 11 12 كتبدا 11 12 كتكون كتهيئ دابا عاود على ما كتحرك القضيه شويه شكرا بزاف شكرا لك سيدي شكرا عليك شكرا دوز اخي دوز سمح لي سمح لنا سيدي الله يعطيك العوين الله يعطيك العوين اسيدي دابا الان ولات ديال الكاسكروطات ديال البطاطا المسلوقه ديال حتى هي كاسكروطات انت كتشوف المحلات ديال الماكله ها محل جد ديال الماكله محل ديال الحريره ها مقهى مقهى ولكن كان الطرف التحتاني الطرف التحتاني هو ديال ديال الحريره كان ديال الحريره فيه واحد المعلم الله يوالي برحمته الشريف الشريف ديك الساعه الحريره تبارك الله عليك الحريره زلافات الحريره كتعمل جوج دريال في ذاك الوقت في ذاك الوقت اذا غادي نوصلوا لهذا الحد وغادي نديروا نقطه النهايه في هذا الموضوع بالضبط وكتلاحظوا ماشي مشكل وكتلاحظوا اننا استعملنا الدارجه ديالنا يعني اللي كيعرفها الجميع باش كل شيء يفهم وكل شيء يستوعب وكل شيء يعرف بان هذا كاين ارتباط ما بين التاريخ ديال هذه المدينه راه مرتبط بالهويه ديالها مرتبط بالناس ديالها مرتبط بالحرف ديالها مرتبط بالروح ديالها يعني ان نتكلموا
فاش كنتكلموا على 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 اكل راه حنا كنتكلموا على واحد واحد القيمه، قيمه انسانيه وقيمه اجتماعيه وقيمه اقتصاديه في نفس الوقت. بالتالي خص واحد النوع من الاهتمام بهذا الحرف واهتمام بهذه المنطقه هذه اللي هي كتجمع ما بين ما هو اقتصادي، ما هو اجتماعي، ما هو ديني، وفي نفس الوقت كتجمع الناس في طبله واحده وكتجمع الناس على تبصيل واحد. يعني هذا الشيء اللي باش معروف معروفه المدينه القديمه عبر التاريخ نتاعها. كنشكركم بزاف والى اللقاء، وكنشكروا السي محمد بوربيع على كثير من الوقت ديالو، عطانا كثير من الاهتمام ديالو. وحنا كذلك كنشكركم بانكم كتعطيو اهتمام للمدينه القديمه وكتبغيو تعرفوها سواء على الصعيد الوطني او الصعيد الدولي. هذا واجب عليا لانني انا ولد هذا الحي وولد هذه المدينه. وهذه هي الاسباب اللي جعلتني نعطيك انا هذا الوقت. حنا نضحيو معاك مع هذا. الله يجازيك بخير وكنشكرك بزاف. وكان العفو عمتي، وحنا على الاشاره. الله يحفظك، عليكم الله.